السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي نريد أن نخصصه لموضوع نحن في أمس الحاجة إليه، وهو كيف أتعامل مع الآخرين، وما هي أهم الكتب التي تعلمك فن التعامل مع الناس. هذا موضوع يحتاج إليه الكثير من الناس، حيث العلاقات الاجتماعية أحيانا يصيبها شنآن ويقع هناك عدم تفاهم، ثم يتطور إلى خصام وإلى جدال وإلى مقاطعة. والناس منذ زمان انتبهوا إلى أن هناك أساليب وفنون يمكن أن نتعلمها لكي نصير ميسرين في التعامل مع الآخرين. وفي الفترة الأخيرة ظهرت كتب كثيرة في مجال التعامل مع الناس لها عناوين جذابة، منها مثلا كتاب كيف تجذب الناس كالمغناطيس، كيف تجذب الناس كالمغناطيس. هذا كتاب يوجه خصيصا للخبراء في عالم السياسة قبل أن يدخل إلى الانتخابات، ربما يريد أن يكون له القبول من طرف الساكنة التي يقطن بها، وبالتالي يجعل الناس ينجذبون إليه ويثقون في كلامه وبالتالي يصوتون عليه. وأيضا هو موجه للتجار الكبار أصحاب الأعمال الحرة الذين يبيعون منتجات مختلفة، غايتهم أن يجذبوا المشترين وتكثر ثروتهم، كيف تجذب الناس كالمغناطيس. كتاب آخر اسمه لا تكن لطيفا أكثر من اللازم، لا تكن لطيفا أكثر من اللازم. هذا يوجه خصيصا لبعض الناس الذين يعملون مع الناس لكن عندهم صفة لطف الزائدة، لا يستطيع أن يقول لا، دائما يقول نعم، وبالتالي يصاب بالكثير من الخسائر والكثير من الصدمات. فيوصيه صاحب الكتاب، يقول له لا تكن لطيفا أكثر من اللازم. أيضا كتاب آخر معروف اسمه قوة عقلك الباطن، هذا موجه للضعفاء الذين يفتقدون للثقة بالنفس، يقال لهم بأن داخل كل فرد منا هناك بركان من القوة الزاخرة ممكن أن نستغلها لكي نصير أقوياء. فعقلك الباطن يحتوي على المعارف وعلى المهارات وعلى الخبرات وعلى القوات. أيضا كتاب أسرار عقل المليونير، أحد الكبار الأثرياء كتب هذا الكتاب كيف صار مليونيرا وكيف يتعامل مع الآخرين، خصوصا أصحاب الحاجات والذين عندهم المنافسة الغير الشريفة، وكيف يتعامل في الإتيكيت مع عموم الناس. ولعل من أبرز الكتب التي تهتم بالتعامل مع الآخرين هو كتاب مشهور اسمه فن التعامل مع الناس للكاتب ديل كارينجي، هذا معروف جدا جدا لأنه كان متخصص في أنه يخرج الناس من دائرة الفشل إلى دائرة النجاح، ولاحظ بأن الكثير من الناس يشعرون بالقلق ويشعرون بالبؤس رغم ظروف الحياة التي حولهم لا بأس بها بل قد تكون ممتازة، ومع ذلك يشعرون بالخوف والهلع والقلق. فكتب كتابه الشهير دع القلق وابدأ الحياة، دع القلق وابدأ الحياة، وكان يطلب من الناس
أنهم يتعاملون مع الآخرين بكل أريحية وبكل جدية، ويكون له رؤية مستقبلية، وله كتاب جيد جدا في التعامل مع الناس، وهو كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء، كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء. هذه الكتب هي كثيرة جدا جدا في المكتبات، الغاية منها أنها تعلمك كيف تتعامل مع الآخرين، وكيف تطرد القلق من حياتك، وكيف تكون جذابا كالمغناطيس، وكيف تستثمر قوة عقلك الباطن، وكيف يمكن أن تصير من الأثرياء. لكن كتاب فن التعامل مع الناس هذا من أشهر الكتب في تطوير الذات، يعلمك كيف تصير ناجحا. مؤلفه هو خبير في التنمية البشرية، وجمع هذه النصائح والإرشادات في هذا الكتاب لكي يدفع الناس لبناء علاقات جيدة ويكونوا متصالحين مع الحياة. صاحب هذا الكتاب يعترف بأن التعامل مع الناس ليس بالأمر السهل، لأن طبائع الأشخاص تختلف، ولكل فرد بيننا شخصية تميزه. فالناس أشكال وألوان، هناك حامي الطباع، وهناك الهادئ، وهناك المزاجي، وهناك العصبي، وهناك المصلحي، وهناك المنفعي. الناس أشكال وألوان، لكن لكي تكسب قلوب الناس وتحترمهم عليك أن تتعلم أهم الأسس والمهارات والقواعد التي تجعلك تدخل إلى عالم الناس دون أن تصطدم، تبقى دائما محافظ على هدوئك وعلى برودة أعصابك، وتصل إلى التأثير فيهم، وبالتالي تستطيع أن تقودهم. وهذا الكلام موجه خصوصا إلى من يقود إما جماعة وإما شركة وإما فئة من الناس. فهذا الكتاب هو يدور حول مجموعة من النصائح، من بينها التي نصح بها عموم الناس لكي يكونوا ناجحين وليكونوا متفوقين وقادرين على تسيير شؤون حياتهم. أولا كان ينصح بأن الإنسان يحصل على قدر من الراحة، لأن الإنسان الذي كان مرتاح وكان يشعر بأنه بطنه ليس جائع وجسمه مرتاح، هذا يستطيع أن يحصل على القدرة على القيادة الناجحة، ويستطيع أن يستوعب الأفكار المختلفة، ويستطيع أن يؤثر في الآخرين. كيف يمكن أن أحصل على قدر من الراحة؟ أول شيء كان يوصي بأن الإنسان يكون له واحد الوقت للقراءة المستمرة، قراءة الكتب مهمة للغاية، تجديد المعارف، تجديد المعلومات. طبعا لا تذهب إلى الكتب التي تطرح قضايا فلسفية معقدة أو قضايا تاريخية كلها تحكي عن زمن الدماء أو قضايا الحسابات، لا، اقرأ كتب تبعث في النفس الاسترخاء، اقرأ روايات وكتب وعبارة عن تخلصك من التوتر العصبي. أيضا الإنسان عليه أن يترك جسمه مسترخيا لبعض الفترات، إما في مكان هادئ تحت أشعة الشمس، وإما في منظر جميل أمام البحر، وإما في أي مكان. المهم الجسم ينبغي أن يستفيد بنصيب من الاسترخاء، لأن التوتر الزائد والمتواصل وعلى طول يؤدي إلى القلق ويؤدي إلى سوء التدبير. ثم كذلك الإنسان إذا شعر بأنه متعب عليه أن يتوقف، إذا شعر بأنه متعب في أعماله وأشغاله عليه أن يسأل نفسه هل أنا متعب؟ أي نعم، عليه أن يتوقف في الحال ويسترخي فورا، وبالتالي يتجدد في طاقته، ومن ثم يستطيع أن يبدأ العمل. الأمر الآخر هو يقول قد يكون بعض الناس يوجهون النقد إليك، هناك في وسطك، إما في بيتك زوجتك أو ابنك أو ابنتك أو والديك أو في العمل أو في المؤسسة، هناك أشخاص قد يوجهون النقد إليك.
يوصيك أن لا تنزعج، لا تنزعج من هذا الأمر، لأنك الإنسان الناجح والفاعل الذي يتحرك بسرعة وبفعالية سيتعرض للانتقاد الدائم. هذا معنى أنه مهم، فعليك أن لا تغضب، بل عليك أن تستمع إلى النقد الذي يوجه إليك وتحافظ على لحظة من الصمت والهدوء، ثم تفكر في حقيقة هذا النقد، هل هو صواب أم مجرد تحامل، وإذا كان هناك أخطاء فعلا تقوم بتعديلها وتحاول أنك تحسن من مستواك ومن أدائك. كذلك ينبغي أن تكون واثقا من نفسك، لابد أن تكون صديق نفسك، تعطي لنفسك النصائح المهمة، فصاحبك الأول هو نفسك. ومن ثم فإن هذا الخبير في التنمية البشرية كان يعلمنا كيف نتعامل مع الآخرين بطريقة تجعلك هادئا ومطمئنا. وعليك أن تمدح نفسك بين الفين والأخرى، عليك أن تمدح نفسك من الداخل، لأن الآخرين قد يظهرون عيوبك وقد يكونوا مبالغين في ذلك، وغايتهم أن يشعروك بالنقصان، فلا تتأثر بالآخرين، نفسك سوف تمدحك. ثم يتعجب من الذين يستخدمون أسلوب التحدث عن عيوبهم أمام الآخرين ليتقربوا منهم. إياك أن تتحدث عن عيوبك، لأن هذا ليس تواضعا، وإنما هو غلطة كبيرة يقع فيها بعض الناس، لأن فيما بعد هؤلاء الناس قد يقع بينك وبينهم خصام، فيستخدموا هذه الانتقادات الصادرة عنك سلاحا ضدك. كذلك ينصح بأن الإنسان يحافظ على كرامة الشخص المهزوم أمامه، فإذا كان هناك شخص أمامك مهزوم وكان بينك وبينه حسابات، عليك أن تحافظ على كرامته، لأن المنتصر أحيانا قد يشعر بنوع من الانتشاء المادي أو المعنوي، فعليك أن تشعر بأن ليس من الكرامة أنك تمس هذا المهزوم أمامك، هذا الخصم. بل على كل حال مهما وقع بينك وبينه، حافظ على كرامته، حافظ على ماء وجهه، حافظ على أنه إنسان، وأنه إذا كان الآن مهزوم غدا ممكن أن يكون منتصر، ولعله لن ينسى هلك. الأيام تدور، قد يبقى هذا الأمر في ذاكرته، أنك حافظت على كرامته وعلى عزته، ومن ثم يبقى حبل الود متصل بينك وبينه. أيضا ينصح بأن يجعل العمل الجماعي سر للنجاح، فالإنسان الناجح هو الذي يعمل في إطار الجماعة، أما الذي ينفرد برأيه وينفرد بقراراته فهذا دون أن يشعر قد يصاب بطاقة سلبية، وقد يصاب بأعداء لهم قلوب يملأها الحقد والكراهية، وبالتالي ممكن أن لا ينجح في مهامه الموكولة إليه. فالعمل الجماعي مع الآخرين هذا شيء مهم، لأنه يؤدي إلى التعاون، ويؤدي هذا التعاون إلى التنسيق، خصوصا إذا كانت هناك محبة ومودة وإحساس بالانتماء للجماعة. كذلك وأنت تتعامل مع الجماعة ستصادف بعض الأشخاص ربما عندهم أساليب في العمل وأساليب في التعامل هي فيها سيئة، فعليك أن لا تغضب، عليك أن تتميز باللين وبالرفق، لأن اللين والرفق إذا كان مع الإنسان يجعل الناس ينقادون له ويستمعون له. أما العصبية، استخدام العصبية وأن تجرح الآخرين في كرامتهم، هذا قد يؤدي إلى المزيد من العصبية المضادة، ويؤدي إلى المزيد من الخصام والمزيد من التوتر. كذلك الإنسان الذي يكون في جو عصبي قد يخلق بيئة فيها التشاحن والكراهية والطريقة الطاقة السلبية، ومن ثم لا يستطيع أبدا أن يعيش في حياة مستقرة. كذلك
يوصي صاحب هذا الكتاب الذي هو مختص في التنمية البشرية، يقول كن مثل الكلب ومثل الجمل أحيانا. هذه ربما إشارات تبدو سيئة. لماذا؟ لأن الكلب فيه الوفاء، فيه سلوك الوفاء وفيه سلوك الأمانة، والجمل فيه سلوك الصبر. فإذا أردت أن تتعامل مع الناس كن كالكلب، هذا رمزا للوفاء، وللجمل رمزا للصبر، فإن الناس ينقادون إليك كلما كانت فيك صفة الوفاء وفيك صفة الصبر. وهذه الصفات الحميدة تجعل الإنسان محط إعجاب الآخرين ومحبتهم، ويفضلون التعامل معه حتى ولو أنه يرجع خطوة إلى الوراء، أكيد أنه سوف يتقدم 10 خطوات إلى الأمام. كذلك ينصح صاحب هذا الكتاب أن الإنسان لا يبالغ في توجيه النصائح للآخرين، لأن هناك أناس لا يتقبلون النصيحة. النصيحة إما أن تكون بطريقة لبقة، بطريقة جيدة، وإلا صارت نوع من التعالي، والناس لا يحبون من يتعالى عليهم، وبالتالي يرفضون كل نصيحة وكل موعظة. فعليك أن تحاول أنك تلطف هذا الجو بإعطاء بعض التوجيهات العامة، خصوصا أن يكون عندك أخطاء أنت، فعليك أن تنظر إلى أخطائك قبل أن تنظر إلى أخطاء الآخرين. وكان ينصح دوما بأن الإنسان عليه أن ينهج أسلوب الترغيب لا الترهيب، لأن الناس يحبون من يرغبهم، هذا يجعل روح المحبة تدور بين الناس على اختلاف أشكالهم، وبالتالي يستطيعون أن يتعايشوا ويستمعوا للتوجيهات والإرشادات، في حين أن الترهيب قد يؤدي إلى رد فعل معاكس ويجعل الإنسان عصبي ومزاجي ويرفض أن يسمع كل كلام، بل يتحول إلى عدو هدام. كما ينصح بأنك لا ينبغي أن تحاسب الناس دوما وعلى طول، المحاسبة ينبغي أن تكون لها ضوابطها وأن تكون في لباقة، لأن بعض الناس قد لا يرى من الآخرين سوى الخطايا وسوى الذنوب وسوى الأفعال المشينة، وهذا قد يجعل الناس يرفضون أن هذا يتكلم معهم، يحصي لهم أنفاسهم ويحصي لهم أخطاءهم، وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى نوع من الرفض. وينصح صاحب هذا الكتاب أن الإنسان دوما يبدأ بانتقاد نفسه أولا، قبل أن تنتقد الآخرين لابد أن تنتقد نفسك أولا، ثم بعد ذلك تعطي النصيحة على قدر ما تراها مناسبة حسب حجمك، لأن هذا سوف يزيل حاجز الكراهية بينك وبين الآخرين. هذه أيها الأحبة الكرام مجموعة من الإرشادات والتوجيهات العامة في كيفية التعامل مع الآخرين، وهذه التوجيهات وضعها علماء مختصين في التنمية البشرية ومختصين في المجال النفسي والاجتماعي، ولكن ألا تلاحظوا بأن هذه التوجيهات هي في الغالب متساوقة مع الكثير من التعليمات ومن الإرشادات في الجانب الديني، ففي القرآن العظيم وفي السنة النبوية الشريفة الكثير من هذه التوجيهات، مما يدل على أن العقل والفطرة والكتب المقدسة كلها جاءت من مشكاة واحدة، فما تذكره الكتب المقدسة إذا رأينا مثل التوراة والإنجيل وخصوصا القرآن المهيمن على كل الكتب السماوية، وأيضا ما لاحظناه في سنة نبي الإسلام نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، الكثير من الإرشادات والتوجيهات كلها متساوقة مع ما ذكرناه، وهذا كله يدل على أن الفطرة السليمة وأن العقل السليم هو متساوق ومتناغم مع كتب الوحي، فكلها من عند الرحمن سبحانه وتعالى. هذه أيها الأحباب الكرام فقط عبارة عن إرشادات وتوجيهات بسيطة جدا لكي نتعمق فيها فيما بعد، ونحاول أن نتعلم كيف نتعامل مع الآخرين، كيف نستطيع أن نحصل النجاح، كيف نستطيع أن نخلق جوا من الثقة بين الآخرين، وكيف نستطيع
أن نجذب الناس كالمغناطيس، وكيف نستخرج القوة الكامنة بعقولنا الباطنة، وكيف يمكن أن نحقق الثراء من أسر العقل المليونير، ولا نكون دوما لطفاء أكثر من اللازم حتى لا نعصر، وكيف ندع القلق ونبدأ الحياة ونؤثر على الآخرين ونكتسب الأصدقاء ونحسن التعامل مع الناس لبناء حياة مستقرة خالية من الاصطدامات، خالية من المشاكل، وخالية من التعاسة. لن أطيل عليكم أحبتي الكرام، أرقامنا الهاتفية هي مطروحة في وجه الجميع، مرحبا بكل المكالمات لنتحدث عن مشاكلنا اليومية، على أساليبنا في التعامل مع الآخرين، لكم الكلمة. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.